آنا من السجينات المحكومين بجريمة قتل، وكل يوم بتطلع على جنينة. هالجنينة الهادية والجميلة يلي هي من امتيازات السجن النص مفتوح، وطبعاً المفتوح. أنا اسمي آنا، صار لي 4 سنين بسجن إيج للنساء. بالعام 2009 قتلت صديقي، كان إلنا 27 سنة عايشين مساكنة سوا. قتلته دفاعاً عن النفس، كان سكران وهجم علي بده يضربني، قتلته بالسكين. تعذبت كتير معه لأنه كان يضربني، ومعاملته إلي كانت كتير سيئة. بس صارت الجريمة خلتني المحكمة داخل بيتي كإقامة جبرية لحين ما أصدرت الحكم بسجني 8 سنين. أول ما جيت على السجن انسجنت شهرين تحت نظام السجن المغلق، وبعدين نقلوني على سجن نص مفتوح أو شبه مغلق لأنه التزمت بقوانين السجن وما افتعلت أي مشكل مع السجينات. وأكيد خضعت لمتابعة من قبل المعالجة النفسية واللجنة المتخصصة اللي قيمت وضعي، ولقوا أنه ما عندي عدائية وقتلت دفاعاً عن النفس. كرمال هيك نقلوني للقسم شبه المغلق. المعيار الأساسي منه نوعية الجريمة ولا مدة العقوبة، لأنه النظام العقابي المتبع في جمهورية سلوفينيا هو نظام مبني بصورة أساسية على إعادة التأهيل، وهو طبق فيما يسمى بالمدرسة الموضوعية أو المدرسة الاجتماعية الحديثة، يلي هي بتشتغل مش بس على الجرم بحد ذاته، ولكن بتشتغل كمان على المجرم وعلى شخصيته وعلى السبب الذي حدا به إلى ارتكاب هذه الجريمة، مثل ما سجينة أنا يلي ارتكبت جريمة قتل وقتلت زوجة. كل يوم الصبح بوعى من النوم بتروق، وبعدها برتب غرفتي وبرتاح شوي للساعة 12. بظهر بمشي بحديقة السجن وبغير جو برا. من امتيازات السجن شبه مغلق بنظهر على الحديقة لعدة مرات بالنهار، ولكن بشرط كل ساعة لازم نروح على الباب نأكد حضورنا ونرجع للحديقة. وبس تكون المواصلات متوفرة بروح لعند عائلتي بعد ما أخذ موافقة إدارة السجن طبعا. فكرت بالهروب؟ لا لا طبعا. ليش عم تحط لي براسي هالفكرة؟ أنا اليوم بسجن إيج مبسوطة ومرتاحة وما عندي أي رغبة للانتقال إلى نظام السجن المفتوح.